وبنرجع مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين مع بعض فقراتنا، وصلنا لفقرة هيكون فيها غنى من شباب. عايزة أقول إنه شباب عنده أفكار، لما تقعد معاهم تحس إن بكرة في أمل. شباب متميز، عنده مزيكا عايز يوصلها للناس، شباب عنده طاقات مختلفة جدا. يمكن ميدان التحرير خرجت منه مواهب كتير مختلفة ومتميزة. النهاردة هيكون معانا مجموعة من الشباب كونوا فرقة اسمها بهية، بيستهويهم جدا الغنى للشيخ إمام عيسى وكمان للسيد درويش. هنتعرف عليهم أكتر وعن أسبابهم لاختيارهم للنوع ده من الأغاني، وهل إقبال الشباب على الأغاني دي دلوقتي بجد كبير ولا لا. كل ده هنعرفه النهاردة من لقائنا معاهم. هيكون معانا فريد جاد مغني وعازف رق. ازيك يا فريد؟ اه سهلا، صباح الخير. صباح النور. هيكون كمان معانا عمرو عياط مغني وعازف عود. صباح الخير يا عمر. صباح العمر، عمر صباح الخير يا عمر، صباح سوري. الخير. في البداية أنا عايز أعرف إزاي كونتوا فرقة بهية؟ إمتى ده حصل؟ مش معنى بهية يعني؟ الفرقة كده ولا كده بدأت قبل بعد الثورة على طول، شهر 2 كنت أنا مؤسسة لوحدي. تمام. بعد كده ما كانش معايا حد، ما طلعتش في حاجات كتير. بعد كده على شهر 12 اللي فات مثلا اتقابلنا في اعتصام مجلس الوزراء، انا وفريد وفي عبد الغني برضو. تعرفتوا على بعض بالصدفة ولا كنتوا تعرفوا لا، اتعرفنا على على بعض بعض بالصدفة؟ بالصدفة في الاعتصام بس، وابتدينا جت الفكرة ان احنا نبتدي بقى نطلع ونظهر للناس اكتر ونوصل المسج اللي احنا عايزين نوصلها والرسالة من خلال الاغاني. طب وبهية اسم الفرقة، اسم بهية، بهية انا جابوه ليه؟ انا اللي كنت عامله بهية اصلا، بس هو يدل على مصر، لان دايما يعني حتى اسم اغنية مصر مصر يا ام الشاعر احمد بهية هي فؤاد كان على اسم طول جاي من بيقول على عن مصر. مصر بهية، كان مسميها بهية. طب ايه، تحبوا نسمع حاجة كده في الأول كده نسمع الناس أغانيكوا؟ انتوا عامة دلوقتي انتوا بتختاروا أغاني للشيخ إمام عيسى والسيد السيد درويش، درويش، مظبوط مظبوط؟ مظبوط. طيب سمعونا بقى حاجة انتوا تختاروها بنفسكم، وبعدين نرجع بقى نتكلم تاني ليه الشيخ إمام والسيد درويش. ماشي، اوكي. ممكن نروح القلعة. يلا. أنا شفت شباب الجامعة الزين، أحمد وبهاء والكردي وزين، حرمينهم حتى أشوف بالعين، وفي عز الدور مغمين، عيط يا بهية على الأوانين. تلقى القلعة وشفت ياسين حواليه العسكر والزنازين، وقابلت سيام في كلام إنسان منقوش ومقصر في الجدران، منقوش ومقصر في الجدران، وقابلت سيام في كلام
كام انسان منقوش ومقصر في الجدران. عن مصر وعن عمال حلوان مظاليم العهد المعتقلين، عيط يا بهي على الاوانين. انا رحت القلعه وشفت ياسين حوالي العسكر والزنازين، وقابلت هناك عزت وجواد، وقابلت كمان منذر وزياد. عزت وجواد وقابلت كمان منذر وزياد، أربعة أبطال شبحوا الجلاد، أربعة أبطال شبحوا الجلاد. تل يهوذا الفدائيين، زغرط يا بلدنا لدول مساجين، زغرط يا بلدنا لدول مساجين. واسمع يا بلدنا خلاصة القول، وبقول لك اهو وانا قد القول. مش ممكن كده حيحول الحول على كده والناس يفضلوا ساكتين. خليكوا شاهدين، خليكوا فاكرين، خليكوا شاهدين، خليكوا فاكرين. انا رحت القلعة وشفت ياسين. الله الله، حلو قوي، واحسنت يا عمر بجد، وفريد كمان. عايزه اقول ان انتوا اخترتوا بالتحديد نوع مش كتير من الشباب بيختاروا، يعني غنى الشيخ امام وسيد درويش. ليه اخترتوا بالتحديد النوع ده يا عمر من الغنى؟ الشيخ امام كده ولا كده اتظلم كتير صراحه في مصر، تمام، ومعروف في العالم العربي اكتر من مصر، فمع انه راجل يعني بيقدم فكره، فاحنا لازم نوصل، انا من وجهه نظري ان احنا لازم نوصل الفكره دي للناس وللجيل. في ناس كتير ما تعرفش الشيخ امام، فلازم هم يعرفوه، لان هو فعلا هو معروف بس مش طول الوقت محطوط عليه السبوت لايت، مش طول الوقت مخدوم اعلاميا. يعني هو مش معروف الفتره اللي فاتت، يعني ابتدى تعرف من اول الثوره. عمر مش حاسه بس ان هو ده السبب، حاسه ان وراه ان انت متربي على الغنى ده؟ والله لا، مش متربي قوي على الغنى ده، بقالي سنتين مثلا او كده او ثلاثه بسمع الشيخ امام، وهو اللي خلاني اتعلم اعود، يعني هو اللي خلاني ان انا اخد الخطوه دي اصلا في حياتي. يعني ليه فريد اخترتوا الرق والعود بس ان هما يكونوا الالاتين اللي يكونوا معاكم في الفرقه بس؟ اللي هما دول يعتبر اساس الالات التخت الشرقي، يعني اللي هما اللي في القانون وفي حاجات كتير قوي. هو معانا احنا البند كبير اصلا عن كده، بس احنا عشان يعني الفرقه صغيره، اه، وكمان يعني جت لنا فجاه الموضوع، ففي ناس مسافره وفي ناس ما جاتش، فهو البند اكبر من كده، في قانون وفي ايقاع تاني وفي عبد الغني بيعزف معانا عود، يعني في معاكوا تاني حد بيغني مظبوط؟ اه احنا كل البند بنأدي مع بعض، يعني البند كم واحد تقريبا؟ احنا خمسة. آه عمر، آه انتوا بتعملوا حفلات، يعني بتنزلوا بتروحوا تعملوا حفلات مثلا في اماكن معينه؟ عايز اعرف من السؤال ده، عايز اعرف اقبال الشباب على حفلاتكم و وجذب غنى الشيخ امام وسيد درويش للشباب، هل هو كبير ولا بتحس انه لا لسه الشباب مش منجذب قوي للنوع ده من الغنى؟ لا، الناس بتتفاعل طبعا مع اغاني الشيخ امام، اللي ابتدت تتعرف في الفتره اللي فاتت اكتر. مش ناس عارفه، مش عارفه كل الاغاني، بس في ناس عارفه ابتدت تتعرف الاغاني اللي هي اللي معروفه. يعني يبقى في كده تفاعل في الحفلات اللي بتعملوها بين الغنى بتاعك والشباب؟ طبعا جدا طبعا. البروفات يعني اكيد عشان تطلعوا وتغنوا اكيد بيكون في بروفات بتعملوها، بتاخد وقت قد ايه تقريبا البروفات اللي بتعملوها دي؟ بتعملوها كل قد ايه؟ بتختاروا اغاني جديده كل مره ولا ايه؟ والله بيبقى على حسب الحفله اللي طالعينها، يعني لو يعني انتوا بتعملوا حفلات فين او عملتوا فين لحد دلوقتي؟ احنا عملنا في الفن ميدان اللي فات ده، وعملنا حفله في ميدان التحرير وفي ميدان التحرير يوم 9 مارس في نادي الفروسيه، والنهارده معاكم، وعندنا حفله بعد كده في نادي الطفل النهارده. ولسه مين اللي بينسق لكم الحفلات دي يا عمر؟
بيبقى حسب يعني، اي حد فينا بيجي له بيبقى عنده كونتاكت مع حد بيجي له حفله كلنا كده مع بعض حسب يعني. التسهيل يعني كلنا بنظبط حسب الموضوع التسهيل ده. اكيد بتعملوا بروفات لحد ما التسهيل تظبط ويكون في حفله ان شاء الله ويكون فيها ناس كتير. بروفات مظبوط. بتبقى عامله ازاي بقى؟ والله البروفات اغاني ايه؟ بنحضر فيها الاغاني اللي احنا كده وكده، اللاين اب بتاعنا بتاع العادي اللي احنا بنطلع نلعبه كل مره، وساعات ما بيبقى عندنا اغاني جديده لسه عاملينها او لسه مطلعينها او كده بنقعد نتمرن عليها برضو. هل في اغاني خاصه بيكم يا فريد ولا لا كله لسه للشيخ لحد امام وسيد دلوقتي، درويش؟ هو لسه يعني احنا لسه في لسه ما شفناش اللي هيحصل في البلد عشان يعني تبدا ما عناش شغالين كلام، على اغاني، شغالين على اغاني فنشوف بس بس اللي لسه هيستقر ايه ونبتدي بقى نلحن الموضوع ده. تقريبا بتغنوا كم اغنيه في الحفله؟ والله يعني من من 5 لـ7 لـ10 يعني بتغنوا قد ايه؟ بتقعدوا وقت قد ايه تقريبا تغنوا؟ من 7 لـ10. من 7 لـ10 اغاني. انا شايفه انه انتوا علشان النهارده تحيوا تاني اغاني الشيخ امام، مش انتوا بس، في ناس تانية برضو كتير جدا، لكن انتوا كفريق يعني علشان تحيوا مره تانية اغاني الشيخ امام، انتوا شايفين انه ده هيساعدكم جدا كمان للوصول لقلب الشباب، ان انتوا توصلوا لهم مزيكا من قلب مصر؟ يعني المفروض ان هم كلنا نبقى عارفينها وكلنا نبقى سامعينها وحافظينها، مزيكا من قلب مصر. انتوا شايفين ان ده بيحصل فعلا؟ بالظبط. ابتدى دلوقتي الناس تبتدي تدور اكتر على اغاني الشيخ امام، ابتدت ان هي تعرف الاغاني اكتر وكده ولا كده، التفاعل بيزيد يعني. التفاعل مثلا مع الاغاني الشيخ امام من في اول في يناير مثلا غير دلوقتي خالص، الناس كلها ابتدت تفهم اكتر حافظة وتعرف الأغاني اكتر الاغاني. وبتردد معانا. طب فريد احنا معانا 3 دقايق، تحبوا تسمعونا حاجة تانية؟ ممكن نقول انا شاهد غني شاهد أصولك، قصورك. اسمها ايه؟ شاهد شاهد أصولك. أصولك. يلا. شيد قصورك على المزارع، مين كدينا وعمل ايدينا؟ شيد قصورك على المزارع، مين كدينا وعمل ايدينا؟ والخمارات جنب المصانع، والسجن مطرح الجنينة. والخمارات جنب المصانع، والسجن مطرح الجنينة. واطلق كلابك في الشوارع، واقفل زنازينك علينا. واطلق كلابك في الشوارع، واقفل زنازينك علينا. واللي نمنا في المضاجع، ده احنا نمنا ما اشتهينا. واللي نمنا في المضاجع، ده احنا نمنا ما اشتهينا. واتقال علينا في المواجع، احنا انوجعنا واكتفينا. واتقال علينا في المواجع، احنا انوجعنا واكتفينا. وعرفنا من سبب جراحنا، وعرفنا رحنا والتقينا. وعرفنا من سبب جراحنا، وعرفنا رحنا والتقينا. امال وفلاحين وطلبة، ده اتساعدنا وابتدينا. امال وفلاحين وطلبة، ده اتساعدنا وابتدينا. نسلك طريق مالوش راجع، والنصر قرب من عينينا. نسلك طريق مالوش راجع، والنصر قرب من عينينا. نسلك طريق مالوش راجع، والنصر قرب من عيني. طب شايد قصورك على المزارع، مين كدينا وعمل ايدينا؟ والخمارات جنب المصانع، والسجن مطرح الجنينة. واطلق كلابك في الشوارع، واقفل زنازينك علينا. وقلي نمنا في المضاجع، ده احنا نمنا ما اشتهينا. واتقال علينا بالمواجع، احنا انوجعنا واكتفي. وعرفنا من سبب جراحنا، وعرفنا رحنا والتقينا. امال وفلاحين وطلبة، ده اتساعدنا وابتدينا. نسل
سلوك طريق مالهش راجع والنصر يقرب من عينينا نسلوك طريق مالهش راجع والنصر يقرب من عينينا نسلوك طريق مالهش راجع والنصر يقرب من عينينا النصر يقرب من ايدينا النصر يقرب من ايدينا النصر يقرب من ايدينا. جميله الاغاني حلوه يعني بجد، وانا بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده، واحسنت يا عمر احسنت يا فريد، ميرسي جدا. ان شاء الله يكون لينا اعداد تانية كتير عشان نسمع اغاني الشيخ امام وسيد درويش. شكرا لك. كان معانا فريد جاد مغني وعازف رق، وعمر عياط مغني وعازف عود، شفناهم النهارده معانا غنوا اغاني الشيخ امام وسيد درويش النهارده، بس بالتحديد كان الشيخ امام. اشوفكم ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده بكره، ونهارك سعيد.